بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الحصة 17 من محاضرات البك للسي بي اي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكم موديول 6 وهنكمل معاكم موضوع الإيكونومكس. قبل زي ما تعودنا إن إحنا بنقول تاريخ المحاضرة قبل ما نبتدي. النهاردة 6 ديسمبر 2017 6/12/2017 ده بالنسبة لتاريخ المحاضرة. بالنسبة للمحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله زي ما قلت المرة اللي فاتت، النهاردة هكمل معاكم أو هبتدي معاكم موديول 6 و7 الاتنين مع بعض. الاتنين صغيرين جدا، يعني حتى موديول 6 و7 الاتنين مش هيبقوا كبار، والحصة أصلا مش هتبقى طويلة. يعني إن شاء الله الحصة تبقى إيه؟ تبقى حصة ظريفة كده وصغيرة. والنهاردة لما نخلص موديول 6 و7 يبقى إحنا كده إن شاء الله هنقفل بيك 5. بيك 5 زي ما انتوا عارفين، بصوا معايا في الشاشه، ده هنا في بيك 5. بيك 5 متقسم موديولز. بيك 5 بيتكلم عن الايكونومكس. النهارده ان شاء الله هخلص موديول 6 وموديول 7 ويبقى كده هخلص بيك 5 بالكامل. يتفضل بيك 6 اللي هو برده فيه شويه موديولز كده متنوعه بتتكلم على الاي تي والاي تي جوفرنس وحاجات زي كده، ان شاء الله نبتدي فيه من المره اللي جايه. فالنهارده ان شاء الله نخلص نبتدي ونخلص نبتدي معاكم 6 و7 ونقفل الايكونومكس. حصة النهاردة ظريفة، مفيش فيها ديتيلز كتيرة، يعني هي بيديك شوية كده تعريفات عن حاجات كده، عن حاجات كده ظريفة انت بتسمعها في التلفزيون، بتسمعها على القهوة، يعني حاجات كده ايه، يعني مش جديدة عديدة بمعنى صح. فهتلاقي كلام ظريف. اول موديول او موديول 6 بيتكلم على الامباكت اوف جلوبالايزيشن. بيتكلم على ايه؟ على الامباكت اوف جلوبالايزيشن. فيبتدي اصلا الموديول ان هو بيعرف لك يعني ايه جلوبالايزيشن، يعرف لك يعني ايه جلوبالايزيشن. جلوبالايزيشن بالعربي اللي هي العولمه، تمام؟ يعني كلنا عارفين ايه العولمه. العولمه يعني العالم بقى قريه صغيره والناس كلها بقى عندها اكس على بعض، والدنيا كلها وانت قاعد في مصر عارف اللي بيحصل في امريكا، وانت قاعد في استراليا عارف اللي بيحصل في مصر ومتابعه بالتفصيل. فيعني العالم بقى قريه صغيره. فدي فعلا ده تعريف صحيح، يعني ده تعريف صحيح لفكره العولمه. هتكلم عنها في اليونت ده ان شاء الله من وجهه نظر الايكونومكس، يعني من وجهه نظر اقتصاديه بحته. والعولمه من وجهه نظر اقتصاديه هي بمعنى صح ان العالم بقى سوق كبير او قريه صغيره او سوق كبير. يعني ايه؟ يعني حضرتك بمعنى صح وانت في مصر عندك فودافون. فودافون دي اصلا مش شركه مصري اصلا يعني، تمام؟ وانت في مصر بتشرب كوكولا، وانت في مصر بتلبس اديداس، تمام؟ يعني وكل واحده فيهم من دوله، يعني فودافون يو كي، مش عارف هي غالبا يو كي، مش متاكد بس هي غالبا اليو كي، اديداس الماني، كوكا امريكاني، تمام؟ فانت بتتكلم في دول كتيره انت بتستخدم الخدمه بتاعتهم او بتستعمل او او او, أو بتستهلك السلعه بتاعتهم وانت قاعد في مصر. ده مثال حي على ايه؟ على globalization. يبقى globalization is defined as a distribution of industrial and service activities across an increasing number of nations. يبقى globalization من وجهة نظر ايه؟ الايكونومكس الاقتصادية البحتة. هي الفكرة كلها ان انت في distribution، توزيع للindustrial and service activities، للسلع والخدمات الصناعية وما شابه، across increasing number of ايه؟ of nations. معلش انا عارف ان الصوره او الكاميرا بتاعتي شويه كده هتلاقيني بنور وشويه كده هتلاقيني بطفي، ان الشمس انا بسجل اصلي والشمس موجوده يعني، فهتلاقي الشمس ساعات بتطلع فبنور، الشمس بتروح فما تركزش يعني، تمام؟ كبر دماغك يعني، تمام؟ Globalization produces deeper integration of the world's individual national economics or economies and makes them more interdependent. يعني ايه؟ Globalization بتعمل deep integration. كلمة integration يعني شايف انت الشاشة integration، ده اسمه integration يعني تكامل، تمام؟ ففي بتعمل deep integration، تكامل بطريقة أقوى، تمام؟ ما بين الدول، وبتخليهم معتمدين على بعض، بتخليهم معتمدين على بعض. يعني حضرتك بمعنى صح، انت عايز هل انت دلوقتي مثلا تعرف تعيش من غير تليفون محمول؟ ما تعرفش، تمام؟ خلاص الموبايل بقى جزء من شخصيتك او بقى جزء من حياتك. طب لو هل انت في مصر بتصنع تليفون محمول؟ مفيش تليفون محمول في مصر، فهتعمل ايه؟ هتجيبه من بره.
يبقى انت بتعتمد على بره في حاجه مهمه بالنسبه لك. ونفس الفكره اللي بره، المفروض يعني انت عندك حاجه بتقدمها للي بره، تمام؟ ده المفروض، تمام؟ فانت عندك حاجه بتقدمها للي بره، واللي بره مش هيعرف يكمل غير بيها، فبياخدها منك، فانت بتاخد منه حاجه بتديله حاجه، وهات وخد، وايه، والدنيا تبقى ظريفه مع بعضينا كده. ده مثال حي على ايه؟ على الجلوبالايزيشن. طبعا reduced barriers to trade have created opportunities to conduct operations in multiple countries or conduct import or export operations within context of a traditional domestic operation. يعني بمعنى صح، اللي شجع الموضوع ده واللي خلى الموضوع ده يدخل في حيز التنفيذ، وتحس ان لا، ان فعلا في انت حاسس بالموضوع، هو reduced barriers to trade. يعني بمعنى صح ايه، احنا اتكلمنا على barriers to entry المره اللي فاتت، لو تفتكر المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على barriers to entry. barriers to trade او الحواجز او العوائق او الحواجز او المعوقات، اسمها المعوقات، المعوقات ان انت يحصل تجاره ما بين الدول وبعضيها، كل ما بتقل كل ما تأثير الجلوباليزيشن بيزيد، تمام؟ Entities that conduct business outside the country in which they are organized are frequently referred as a multinational corporations. والشركات اللي بتoperate بره الدول اللي هي أصلا منشأة فيها اسمها multinational corporations، زي كوكاكولا مثلا، كوكاكولا أمريكاني، فيها مصنع في مصر ولا فيهاش مصنع في مصر، أو بيبيع في مصر ولا مش بيبيع في مصر، بيبيع في مصر وعندها مصنع في مصر، يبقى اسمها multinational company. نفس القصة فودافون، فودافون عندها شبكة في مصر، عندها شركة في مصر، يبقى اسمها multinational corporation. Globalization is often measured by the world trade as a percentage of GDP. لو تفتكر من 4-5 محاضرات كده كنا شرحنا ايه هو GDP، اللي هو gross domestic product، وقلنا ان GDP له علاقة بايه؟ بالgeographical barrier regardless من اللي عمله. يعني لو هحسب GDP بتاع مصر، هيخش فيه كل الانتاج اللي طلع جوه مصر، سواء طلع من مصريين او غير مصريين. يعني الشركات الاجنبيه اللي بتوبريت جوه مصر، الناتج بتاعها يخش جوه الجي دي بي المصري. ان الجروس دوميستيك برودكت بيتكلم على ايه؟ على جيوغرافيكال لوكيشن. فالاقتصاديين بقى او الناس البرنسات اللي قاعدين فاضيين بيقيسوا بقى الجلوباليزيشن ازاي؟ انه يقول لك والله هو الجي دي بي بتاع مصر مثلا كام، مثلا نقول مثلا 100 مليار مثلا، يعني ما اعرفش الجي دي بتاع مصر كام، بس نفترض ان هو مثلا 100 مليار. فانت عندك الجي دي بي بتاع مصر 100 مليار، كام في المية منه جاي من غير مصريين؟ يعني كام في المية منه جاي من ايه؟ من شركات اجنبيه. نقول مثلا 30 مليار، يبقى 30 مليار من 100 مليار، يبقى انت عندك 30% من الجي دي بي بتاعك مش جاي منين؟ مش جاي من المصريين، ده جاي من شركات أجنبية. يبقى معنى كده أنت نسبة العولمة عندك 30%. طبعا يعني ده مثال بسيط يعني، تمام؟ طبعا الجلوباليزيشن بتقاس بحاجات كتيرة، بس يعني أو فاكتورز كتيرة، بس دي من الحاجات المهمة أو المؤشرات المهمة اللي أنت بتاخدها في اعتبارك وأنت بتقيس الجلوباليزيشن. يبقى هي نسبة الفورين انفستمنت اللي عندك، او نسبه الناتج اللي جاي من فورين انفستمنت جوه الجي دي بي بتاعك. ذا جريتر ذا برسنتج، ذا جريتر برسنتج ايه؟ ذا جلوباليزيشن. طيب ايه بقى العوامل اللي اثرت على الجلوباليزيشن؟ امبروفمنت ان ترانسبورتيشن. طبعا زمان كان انت عشان تركب طياره ده كان حوار، الناس مش اي حد يركب طياره. يعني الطيار حتى لما كان بينزل بالطياره الناس تقعد تسقف، صح؟ زمان بقى، تمام؟ لو الناس الطيار بيعمل لاندنج، يعني الناس بتسقف ليه؟ عشان زمان ما كانتش حاجه، يعني الناس اللي تركب طيارات دي ما كانتش، يعني مش كتير. دلوقتي لا، دلوقتي عادي، يعني دلوقتي انت ممكن اصلا ناس من تروح من اسكندريه لشرم الشيخ وتركب طياره، يعني تمام؟ لو يعني مكسرين ايه يضربوا المشوار ده بالعربيه. فحته الترانسبورتيشن بقت اسهل among countries، وحتى عشان الشحن، الشحن الجوي، الشحن البري، الشحن البحري، كل الحاجات دي خلت الدنيا بقت اسهل، فزودت ايه؟ الجلوباليزيشن. تاني حاجه تكنولوجيكال ادفانسمنت. طبيعي حضرتك دلوقتي وانت قاعد بتخش على الـ على الـ على الموبايل بتاعك، بتنزل ابلكيشن زي اي باي او امازون او وات ايفر، بتشتري اللي انت عايزه منين؟ من بره. جبتها منين؟ تكنولوجيكال ادفانسمنت، تمام؟
انت عندك مشكله مثلا في البرودكت بتاعك، مثلا لو انت في امازون بتخش بتعمل اونلاين شات مع الكاستمر سبورت بتاع امازون، والراجل او الست بتاع امازون بيحل لك المشكله وانت ايه وانت قاعد اونلاين. فالتكنولوجيا ادفانسمنت برضو ايه ساعدت في الجلوباليزيشن دي ريجوليشن اوف انترناشونال فاينانشال ماركتس. ودي ليها ممكن جانب يعني ممكن وممكن لا، هو بيتكلم ان الانترناشونال فاينانشال ماركت بقى اسهل دلوقتي. يعني ايه؟ يعني الاسواق الماليه بقى فيها قوانين بتسمح مور فلكسبل، تخلي فيه ايه الترانسفير اوف كابيتال، الترانسفير اوف ايه اوف ايكويتي. تمام؟ فانت عندك يعني نقل في الملكيه ونقل في الاستثمارات ما بين الانترناشونال ماركتس اسهل عشان القوانين بقت مور فلكسبل. تمام؟ تالت حاجه organizational operation او operational options for international business. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح انا شغال مثلا في مصر الله ينور، والناس كلها بتاخد البرودكت بتاعي والناس كلها مبسوطه، ليه ما افكرش مثلا في الماركت بتاع السعوديه؟ ليه ما افكرش مثلا في الماركت بتاع الاردن؟ تمام؟ يبقى القرار قرار الشركه نفسها ان هي ايه تعدي الريجن بتاعها او تطلع بره الباب بتاعها عشان تشوف ايه ماركتس جديده عشان تعمل اكسبانشن وتكبر. طيب motivations for international business operations، يعني وانا صح ايه بقى يعني ايه الحاجات اللي حافز ان انت يحصل في international business operation؟ اول حاجه comparative advantage. كلمه comparative advantage معناها ان انت والله بص يا معلم انا بعرف اعمل مثلا بعرف اعمل عربيات، وبعرف اعمل مثلا ايه بعرف اعمل عربيات وبعرف اعمل مثلا ملابس مثلا يعني. طيب بس انا انهي انا بالنسبه لي انهي احسن لي؟ اركز في العربيات وافكس للملابس وخليها مثلا انا اجيب الملابس من الصين، او اجيب الملابس مثلا من اندونيسيا او فلبين الاريا بتاعت الدول دي، اندونيسيا بنجلاديش الاريا دي دلوقتي بقوا بيصنعوا كميه ملابس رهيبه، وفي شركات كبيره زي مثلا زي شركات الملابس الكبيره اتش ان ام مش عارف دي اديداس الناس دي كلها اغلب مصانعهم دلوقتي بقت في الفلبين وبنجلاديش والحاجات دي كلها. تمام؟ فانا اركز في العربيات واركز في الكور بتاعي واخلي ده ولا بقى اقدر افتح في كله، صنع يا ابني عربيات وصنع ملابس وازرع رز وازرع قمح؟ لا، يبقى comparative advantage ان انت بص تعمل ايه specialization in the production and trade of a specific products produces comparative advantage in relation to trading partners. يعني ما انا صح انا ممكن افتح في كله، وممكن يلا يا معلم افتح بقى وافتح مصنع ده ومصنع ده ومصنع. طب ليه ما عملش فوكس على حاجات معينه انا عارف ان انا عندي فيها ميزه، عندي فيها سكيلز معينه، عندي نهر نيل مثلا، يعني في عندنا اختراع اسمه نهر نيل مثلا، يعني في دول تانية ما عندهاش نهر نيل، يبقى انا مثلا اكيد هفكر ان الكومباريتيف ادفانتج بتاعتي هتعتمد على وجود ايه؟ ان انا عندي موارد مائيه. تمام؟ في حين دول تانية مثلا في الدول الجوار مش هقول لك دول بعيده ما عندهاش نهر نيل، يبقى انا ممكن الكومباريتيف ادفانتج بتاعتي تبقى في حاجه معتمد على الموارد المائيه، ان دي حاجه عندي اوريدي ومش عندهم، واسيب لهم هم الحاجات التانيه ونبدل. انا اصنع حاجه واصدر لك، وانت تصنع حاجه وتصدر لي، والدنيا ايه والدنيا تمشي. طيب تاني حاجه الامبيرفكت ماركت. يعني ايه الامبيرفكت؟ يعني ايه الامبيرفكت ماركت؟ الامبيرفكت ماركت يعني الماركت اللي هي غير المثاليه او الاسواق غير المثاليه. يعني بيقول لك ايه ريسورس ماركتس ار اوفتن ديمد تو بي امبيرفكت، يعني اسواق طول عمرها غير مثاليه. ازاي؟ The ability to trade freely between markets is often limited by physical immobility of resources or regulatory barriers. يعني ما صح ان انت عشان تعمل تريد ما بين الماركت بيبقى فيه ممكن physical immobility، يعني عشان تصدر مثلا حاجة مثلا لإيطاليا هتضطر ايه؟ حاجة بحرية، يعني حاجة جوية، الجوية غالية البحرية بتاخد وقت، مثلا البرية لا ده انت هتلف لفة كبيرة عشان تروح إيطاليا، فيبقى في شويه باريرز او ريجولاتوري باريرز. يعني مثلا انت عشان تصدر حاجه مثلا للسعوديه مثلا، لا الموضوع عندهم شويه ايه عندهم شويه قوانين عشان تحمي السوق السعودي مثلا، يبقى انت عندك حاجات معينه. يبقى in order to retrieve more resources companies must trade outside their borders. يعني معنى صح ايه؟ عشان يبقى انت عشان بتاع ايطاليا يعرف يستفيد من حاجتك، يبقى انت
وانت تعرف تستفيد بتاع ايطاليا، يبقى انت ايه لازم تبدلوا حاجتكم على بعض. يعني لازم انا تفتح السوق بتاعك لايطاليا وايطاليا تفتح السوق بتاعها ليك، عشان تستفيد من الحاجات اللي مش عندك وهم يستفيدوا من الحاجات اللي عندك. نفس القصه برودكت سايكل. برودكت سايكل يعني ايه كلمه برودكت سايكل؟ برودكت سايكل معناها ان انت دوره حياه ايه المنتج، اللي هي بتبتدي من ار ان دي، من ريسيرش ديفلوبمنت، لحتى بعد الايه الافتر سيز. وكان ده كنا شرحناه بالتفصيل في الكورس. فالبرودكت سايكل انت بالنسبه لك انت عايز انت لو عملت حاجه كويسه في الماركت بتاعك وكسبت، ساعتها في فورنر او سوري في كومبيتيتورز هيخشوا معاك، فالكومبيتيتورز هيخشوا ويعملوا حاجه نفس اللي بتعملها، فانت بتحسن البرودكت وتخلي وتبعته بره، فاللي بره نفس القصه وهكذا. يبقى قال لك برودكت مانيفاكتشر او دليفري از سبجكت تو ديفاينبل سايكل. يعني انت بمعنى صح انت عندك سايكل معينه لاي برودكت، ستارتنج وذ ذا انيشال ديفلوبمنت اللي هو الار ان دي، اللي هو الريسيرش ديفلوبمنت of the product to meet the needs in the domestic A market. Product cycle theory predicts that domestic success will result in domestic competition. يعني a product cycle دورة حياة المنتج بتقول ايه؟ بتقول انت لو هتعمل حاجة ناجحة فطبيعي هتنتهي بايه؟ ان هيبقى عندك منافسة محلية. يعني عملت كوباية مثلا، انا عملت الكوباية دي ونجحت في السوق، طبيعي ان الناس هتشوف ان الكوباية دي نجحت فكلهم هيفكروا ايه؟ يعملوا كوباية، طبيعي. نشرب بالمرة بقى لو جبنا سيرة الكوباية. كافي منديل ثواني. طبعا يعني الفيديوهات الظريفة المفروض بتشيل لك بقى ايه كل الكلام ده في المونتاج، بس كبر دماغي بقى تمام. فنرجع تاني لنفس الموضوع، سيبك من الشاي والهبل ده. يبقى product cycle theory predicts that domestic success will result in domestic competition. كل ما هيبقى في domestic success هيبقى في domestic competition. Encouraging the export of product or service to meet foreign demand. يعني بمعنى صح هشجعك انت ايه بقى ايه؟ دي التورته بقت تتوزع على ناس كتيره، والناس بقت ايه؟ بدات تزاحم في المصلحه، طب ما تيجي نبتدي ايه؟ نصدر بره. يبقى ليه؟ عشان تميت يعني to meet، تمام؟ عشان تميت الفورين ديماند and to maintain a efficient use of capacity. عشان انت عندك capacity والناس زحمت معاك، فهي ما عندك excess capacity، طب ما نصدر السعودية، طب ما نصدر الأردن وهكذا. Foreign success will in turn promote foreign competitors. نفس القصة، انت برضو لما هتصدر مثلا السعودية الكوباية دي، تمام؟ فالناس في السعودية ده هيقول لك الكوباية دي حلوة قوي، فهتصدرها لهم، فاكيد في سعوديين هيشوفوا الكوبايه دول هيقول لك ايه، لا دي الكوبايه دي حلوه قوي، طب بدل ما نجيبها من مصر طب ما نصنعها احنا عندنا يعني، تمام؟ فنفس القصه، فده هيخلي ان هيبقى فيه ايه، هيبقى عندك فيه كومبيتيشن بره والسايكل ايه تكبر. طيب ميثودز اوف كونداكتنج انترناشونال بزنس اوبريشنز، ايه الطرق اللي انت ممكن تعمل بيها انترناشونال بزنس؟ اول حاجه الانترناشونال تريد. انترناشونال تريد اللي هو الابسط مثال، الاكسبورت والامبورت، استيراد وتصدير. اكسبورت بتصدر، امبورت بتستورد، تمام؟ مفيش بقى يعني مش هتفتح حاجه، يعني مثلا انا ما اعرفش مثلا ايدس ليها مصنع في مصر ولا لا، يعني انا غالبا حسب فهمي ان هي ملهاش مصنع في مصر. ايدس في مصر هي انت في شركه او في حد بيستورد وبايه وبيصدر، بيستورد ويصدر، صح؟ لكن مفيش مصنع، فده اسمه انترناشونال تريد. يعني ايدس المانيا بتصدر لمصر، تمام؟ ومصر مثلا بتصدر برتقال لالمانيا مثلا يعني، بس مفيش مصنع برتقال مصري في المانيا، ومفيش مصنع اديداس الماني جوه مصر. ده انترناشونال تريد، احنا بنبيع بنشتري ايه؟ بنصدر ونايه؟ ونستورد البرودكتس والسيرفيسز. طيب تاني حاجه اللايسنسز او اللايسنسنج. اللايسنسنج معناها ان انت بتدي رخصه عشان تستخدم حاجه، يعني بمعنى صح انا مثلا انا عندي مثلا انا مثلا يعني مثلا لك زي ايه، انا عندي 5G، مش انت عارف الموبايل الانترنت في الموبايلات في 3G وفي 4G، وعلى فكره في 5G هو لسه ما نزلش، بس في وصلوا له يعني، تمام؟ يعني اوريدي الناس عارفه ان في حاجه اسمها 5G. فانا عندي 5G، مصر ما عندهاش 5G، فممكن حد ممكن ادي الرخصه لحد في مصر انه يستعمل ال5G بتاعي ويدخله مصر،
مقابل ايه؟ طبعا مقابل طبعا انا باخد كوميشن او باخد مصاريف معينه، انا باخدها مقابل انت بايه؟ بديك الرخصه ان انت تستعمل او تستخدم التكنولوجي اللي انا توصلت لها اللي هي ال 5G مثلا، وتدخلها ايه؟ وتدخلها مصر مثلا يعني. يبقى دي اسمها اللايسنسنج اللي هو الرخصه. تالت حاجه الفرانشايز. الفرانشايز اللي احنا كلنا عارفينه او كلنا بنسمع عنه. يعني ايه فرانشايز؟ ماكدونالدز فرانشايز، يعني ماكدونالدز في مصر فرانشايز. ازاي؟ ماكدونالدز في مصر هو اسمه ماكدونالدز، تمام؟ يعني اسمه ماكدونالدز، يعني هو ماكدونالدز بتاع امريكا. يعني ماكدونالدز في مصر نفس اللوجو، نفس المنيو، نفس كل حاجه، نفس اللبس، نفس اللي هو بتاع الراجل الكلاون بتاعهم ده، تمام؟ بتاع الهادي مين، تمام؟ نفس كل حاجه في امريكا، في مصر، في استراليا، في الفلبين، نفس كل حاجه. طيب مصر لما دخل فيها ماكدونالدز، تمام؟ هل ماكدونالدز هي اللي فتحت ولا في حد خد الفرانشايز؟ لا، في حد خد الفرانشايز. يعني غالبا كان منصور باين، غالبا انا حسب ما افتكر كان منصور. منصور هو اللي كان، هو منصور هو اللي كان واخد الفرانشايز بتاع ماكدونالدز حسب ما افتكر، تمام؟ فمعنى كده هل منصور اشترى ماكدونالدز؟ لا، منصور خد فرانشايز بتاع ماكدونالدز. يعني هو بيستخدم اسمهم والتكنولوجي بتاعتهم والماركتنج بتاعهم والسندو وكل والبروسس بكل حاجه بيستخدمها وفتح حاجه فين؟ في مصر. يبقى الفرانشايزنج، فرانشايزورز، الفرانشايزور، في حاجه اسمها فرانشايزور وفرانشايزي. فرانشايزور هو الراجل الاصلي، يعني ماكدونالدز امريكا ده الفرانشايزور. منصور في مصر ده اسمه الفرانشايزي، تمام؟ يبقى الفرانشايزور اللي هو ماكدونالدز امريكا ار انتيتيز whose marketing service or delivery strategies provides training. يعني بتاع امريكا بيدوا مصر training related delivery resources in exchange for fee. طبعا ماكدونالدز مش بتسيب اسمها كده لو الوطن، بتاخد حاجه اسمها فرانشايزنج في، وطبعا حسب اجريمنت، نسبه من السيلز، نسبه مش عارف من الربح، نسبه مش عارف من ايه، نسبه من وهكذا حسب بقى الفرانشايز ايه، الفرانشايز اجريمنت. جون فينتر، جون فينتر برضو من الحاجات اللي بتسمع عنها كتير على القهوه. جون فينتر معناها انا عندي، انا صاحب شركه ومثلا حماده عنده شركه، تمام؟ انا مثلا بنتج عربيات وهو بينتج غسالات، تمام؟ مثلا، تمام؟ فانا وهو عايزين نشتغل مع بعض، فانا مش هعرف ادخله شركتي وهو مش عارف يدخلني شركته، تمام؟ فقررت انا وهو نفتح بروجكت مع بعض، نفتح بروجكت مع بعض. بروجكت ممكن يكون له علاقه بالاندستري بتاعتي او بالاندستري بتاعته، او ممكن يكون له علاقه باي اندستري بتاعتنا انا وهو، تمام؟ يعني ممكن تبقى حاجه ثالثه خالص، تمام؟ المهم انا وحماده قررنا ان احنا نفتح شركه ثالثه. هي مش شركه، هي يونت. ليها هدف معين، ليها بيربوز معين، يعني او هدف معين، وبتبقى ما بيني وبينه. دي اسمها جوينت فينتشر. اسمها ايه؟ جوينت فينتشر. يبقى جوينت فينتشر هي كده ايه؟ هي زي ما تقول كده ايه؟ يونت صغيره او مؤسسه صغيره. مين بيعملها؟ اثنين او اكتر، يعني بس في الاغلب هي اثنين، تمام؟ فالاثنين دول بيخشوا جوه جوينت فينتشر، بيعملوا بروجكت، بس ما اقدرش اقول لك عليه بروجكت، ان هو اكبر شويه من بروجكت، هو بيبقى ليه ليجل انتيتي كمان، وله فاينانشال ستيتمنتس، وله كيان، تمام؟ بس يبقى ليميتد شويه، تمام؟ ولهدف معين. ممكن بقى في ناس بتعمل جوين فينتشر مثلا عشان تدي سيرفيس، تدي ناس تعمل جوين فينتشر عشان تصنع حاجه للشركتين الاساسيين. يعني مثلا شفت انا شركه مشهوره قوي، كانت شركه الومنيوم وشركه كيميكلز، تمام؟ يعني شركه بتصنع الومنيوم وشركه عندها كيميكلز، تمام؟ شركتين كبار جدا دون ذكر اسماء، تمام؟ والاثنين عملوا جوين فينتشر عشان بتاع الومنيوم محتاج بتاع كيميكلز، وبتاع كيميكلز بيحتاج يبيع حاجات للالومنيوم، فعملوا جوين فينتشر وعملوا شركه مهمه جدا في بلد ما، تمام؟ دي من اكبر الشركات بتاعه البتروكيميكالز، تمام؟ ده اسمه جوينت فينتشر. الشركه بتاعه الالومنيوم زي ما هي موجوده، والشركه بتاعه الكيميكال زي ما هي موجوده، نفس القصه. الدي اف اي، بص هو هنا مسميها دي اف اي، بس بصراحه يعني انا ما اعرفش ليه مسميها دي اف اي. يعني هي على القهوه وفي القنوات وفي وانت ماشي في الشارع كده اسمها اف دي اي. فدي اف اي، اف دي اي قشطه يعني، تمام؟ مش يعني المهم توصل لك المعنى. دي اف اي هي الدايركت فورين انفستمنت، او اف دي اي هي الفورين دايركت انفستمنت، وهي الاكثر شيوعا
والكلام او المصطلح الدارج اكتر على القهوه هو ايه؟ هو الاف دي اي، الفورين دايركت انفستمنت. الفورين دايركت انفستمنت معناها ان شركه بتيجي تفتح مقر ليها او مصنع ليها في بلد اجنبيه، مثلا سامسونج. مثلا سامسونج انا سمعت ان هي كانت عايز تفتح في مصر مثلا، ما اعرفش هي فتحت ولا لا، بس نفترض ان هي فتحت. سامسونج عايز تفتح مصنع في مصر، هل هتخش مع واحد مصري شريك؟ لا. هل حد هياخد منها الرخصه مثلا او ياخد منها فرانشايز ويعمل حاجه؟ لا. هل حد يخش معايا بدون فينشر؟ لا. هل في اي حد هيجي جنب سامسونج جوه مصر، ولا هي سامسونج بتاعت كوريا الجنوبيه دي؟ تمام، سامسونج كوري صح؟ غالبا سامسونج كوري. تمام، ولا هي سامسونج بتاعت كوريا الجنوبيه دي هتيجي هي الشركه تفتح مصنع في مصر مملوك بالكامل لسامسونج كوريا، ولا في شريك مصري ولا له اي حاجه؟ هل ينفع؟ ينفع. ده اسمه ال FDI، Foreign Direct Investment. تمام، غالبا يعني مش كل الدول بتسمح بكده، ان في دول بتبقى خايفه من ال FDI انه يخش ويسيطر على السوق بتاعها وهكذا. ففي دول بتسمح بال FDI، دي الاسواق او دي الدول اللي عايزه تنشط الحركه بتاعتها، وفي دول اللي تبقى غنيه شويه ومش فارقه معاها تقول لك لا انا ما عنديش FDI، عايز تيجي تيجي بس ايه، بس تخش مع حد ايه، حد من البلد بتاعتي، حد لازم يكون معاك بنسبه معينه. تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ال FDI، او هنا مسميه دي اف اي، سميه زي ما تسميه. جلوبال سورسنج، جلوبال سورسنج معناها، جلوبال سورسنج مصطلح ظريف جدا، is the synchronization of all levels of product manufacturing including R&D, production, marketing and international business. يعني ايه؟ جلوبال سورسنج هو مصطلح purely للمالتي ناشونال كومباني. يعني نفترض مثلا يعني كوكاكولا مش بتصنع كل حاجه جوه البتاع اللي انت تشربها. يعني هي مثلا هي ممكن تكون بتصنع الكولا نفسها او بتصنع المشروب، لكن مثلا الكان اللي هي الصفيح اللي انت بتشربها دي ما بتصنعش الصفيح ده، هي بتجيب الصفيح جاهز. تمام، جلوبال سورسنج معناها ان هي بتخش جوه اجريمنت مع شركه بتاعت صفيح عشان تديها الكانز دي جلوبالي. يعني ايه جلوبالي؟ يعني الكانز هتتباع في مصر، الصفيح اللي فيها، والكنز اللي بيتباع في امريكا، الصفيح اللي فيها، والكنز اللي في استراليا، الصفيح اللي فيها، كله بيجي من سبلاير واحد او من كام سبلاير بس اون جلوبال بيزس. يعني لما اجي اشتري ما بشتريش لمصنع مصر وبشتريش لمصنع امريكا وبشتريش لمصنع استراليا، ده انا بشتري الكوكاكولا ايه؟ جلوبال. لما اجي مثلا اخش جوه اجريمنت مثلا للنقل، ده مثلا انا هخش جوه اجريمنت مثلا مع دي اتش ال مثلا، او اخش مع فيدكس ان انا للشحن، بس هل مثلا للشحن جوه الميدل ايست ولا الشحن جوه نورث امريكا؟ لا، انا هخش معاك اجريمنت لكله. تمام، يبقى ده اسمه جلوبال ايه؟ جلوبال سورسنج. ريليفنت فاكتورز اوف جلوبالايزيشن، في طبعا فاكتورز كده ايه هتاثر. طبعا احنا بنتكلم في دول وبنتكلم في ان العالم بقى قريه صغيره، ما العالم قريه صغيره، بس في نفس الوقت في دول ودول مستقله ودول اقوى من دول ودول اضعف من دول ودول فيها اضطرابات ودول ما فيهاش اضطرابات، فده هياثر على الموضوع ده طبعا. زي مثلا اول حاجه من الحاجات اللي بتاثر في جلوبالايزيشن البوليتيكال والليجال انفلونسز. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح، انا لو شايف ان في دوله فيها اضطراب سياسي، فيها political instability أو instability، تمام؟ ما فيهاش stability كpolitical system، أو فيها قوانين أنا أقلق منها، تمام؟ هل ده هيأثر في قراري في التعامل مع الدولة دي؟ طبعًا. أنا لو مستريح أول الدولة دي هخش FDI، هخش أعمل مصنع جوه. لو قشطة ممكن لأ أنزل شوية من FDI. ممكن اشوف فرانشايز، ممكن اشوف انترناشونال تريدز، يعني امبورت اكسبورت من بعيد لبعيد كده، ومش عايز حاجه منكم ولا عايز حاجه مني، هديكوا بضاعه تدوني فلوسي، ولا عايز اعمل مصنع ولا عايز اريم ولا فرانشايز ولا يبقى انت حسب الدوله وحسب قانون الدوله. خلي بالك برضو انت الموضوع برضو مش بيعتمد عليك انت لوحدك، الموضوع بيعتمد على الدوله برضو. فالبوليتيكال والليجال انفلونس
طبعا بيأثر في الجلوباليزيشن. تاني حاجة potential for asset expropriation. expropriation كلمة expropriation يعني تأميم. يعني ايه؟ يعني ما انا صح انا ممكن مثلا اروح دولة من جمهوريات الموز اللي في الشرق الاوسط تمام؟ واعمل انا مثلا مستثمر اجنبي جيت وعملت مصنع وعملت بتاع وعملت استثمارات وطق طق 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 وهب قال لك ايه؟ قال لك والله يا باشمهندس المصنع ده مش بتاعك، ده بتاع الدولة. يعني ايه بتاع الدولة؟ ده انا مستثمر اجنبي وجيت وعملت المصنع وشغلت الناس وده راس مالي، ده الكابيتال بتاعي، ده اللي عندنا، اتفضل اطلع بره على بلدكم. المصنع ده هيبقى بتاع ايه؟ بتاع البلد. هنأمم ايه؟ المصنع، او هنأمم البروجكت. تمام؟ ده اسمه ايه؟ اكسبروبريشن، يعني ايه؟ يعني التأميم. فده ثريت، ده برضو يعتبر برضو فاكتور من فاكتورز انت ايه بتاخد بالك منها وانت بتقرر هل هتعمل حاجه جوه الدوله دي ولا لا. من الحاجات طبعا مشهوره جدا التاكسز والتاريفز، طبيعي الضرايب والتعريفه الجمركيه. تاريفز اللي هي زي التعريفه، الاثنين نفس الاسم، تاريفز او تعريفه. طبيعي دوله الضرايب فيها عاليه او التعريفه الجمركيه فيها عاليه غير الضرايب غير الدوله الثانيه، فهيأثر برضو على قراري. limitation on asset ownership or joint venture participation. زي ما قلت من شويه ممكن يقول لك عايز تيجي عندي تعالى، بس ما فيش اف دي اي. تمام؟ انت هتيجي جوين فينشر، او هتيجي وفي حد هيبقى معاك بنسبه معينه، نسبه لا تقل عن 51% من ابن البلد. كل ده برضه هيأثر على الجلوباليزيشن. content or value added limits. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى صح يقول لك ايه؟ زي مثلا من الحاجات المشهوره، مثلا انا مش فاكر بصراحه كان في مصر الموضوع ده ولا لا، بس انا فاكر مثلا يقول لك ان في حاجات لازم التكوين المصري فيها يكون مثلا نسبه معينه. يقول لك مثلا انت ممكن تخش في شراكه مع حد تاني، او 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 مثلا تصدر مواد خام وترجع تاخدها تاني مثلا مواد خامه، بس يكون المكون المصري اللي فيها يمثل 70% من البرودكت. يعني ايه؟ يعني انت مثلا سي مثلا البرودكت ده الموبايل ده مثلا، الموبايل ده مكونات، فيقول لك والله انا عشان اديك مثلا اعفاء ضريبي، او عشان اعتبرك عاملك معامله المصريين في الضرايب مثلا، محتاج يبقى البرودكت ده مكوناته على الاقل 70% منه مصريين مثلا، وهكذا. دي فكره. فورين تريد زونز، المناطق الحره. لو تفتكروا زي كان عندنا مثلا، كان عندنا بورسعيد كانت منطقه حره زي دبي. دبي دلوقتي فيها منطقه حره. يعني ايه منطقه حره؟ يعني الدوله كانت بتعمل كده ايه، حته كده على جنب تمام، فيها فري تريد زون، يعني تخش البضاعه تخش وتطلع منها وكل حاجه من غير اي ايه، لا من غير اي تعريفه جمركيه، من غير اي حاجه تمام. ودي طبعا من الحاجات اللي بتشجع ان الدول تستجذب ايه، تستجذب اللي هي تجذب اللي هي تجيب، يعني تمام، ان هي تجيب الاستثمارات عندها وتجيب المصانع. انا هديك حته ارض وهديك حته تدخل فيها البرودكتس بتاعتك وتدخل فيها الانبوت والرو ماتيريالز وتتشقلب ومفيش اي حاجه عليك تمام. طيب الايكونوميك سيستمز، الانظمه الاقتصاديه طبعا بتفرق. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح قال لك ان مثلا زي سام ايكونوميز زي تشاينا ار سنترال بلاند، فاكتورز اوف برودكشن زي كابيتال ولاند اون باي ذا جفرمنت ان سبجكت تو ريستريكشن. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها سنترالي بلاند ايكونوميز. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه عارف ايه كلمه سنترالي بلاند؟ يعني ايه سنترالي؟ يعني حاجه مركزيه. يعني في الصين ما فيش حاجه اسمها حد يملك، الموضوع كله في ايد الحكومه تمام. الحكومه هي اللي بتقرر الانتاج عامل ازاي، السياسه الاقتصاديه بتتحكم تحكم غير عادي و significant influence على ايه، على الفاكتورز اوف برودكشن تمام. فمعنى كده ده هيأثر على ايه؟ هيأثر طبعا على الجلوبلايزيشن. والله الحكومه الصينيه عايزه تفتح التصدير اكتر وتصدر اكتر، هتعمل حاجات معينه. قالت لك لا احنا كويسين كده، مش عايزين نصدر اكتر من كده، هتاخد اجراءات ثانيه. عايز تقفل الاستيراد هتعمل اجراءات، عايز تفتح الاستيراد هتعمل اجراءات. يبقى الموضوع كله في ايد مين؟ حكومه تمام. سنترالي بلاند ايكونوميز زي الصين، او
نوع تاني اسمه الماركت ايكونوميز. الماركت ايكونوميز اللي هو فيه بقى الاشخاص، الاشخاص هم اللي بيتحكموا في الدنيا، تمام؟ هم بيتحكموا في الليله، زي امريكا. زي امريكا قال لك زي مثلا most industrialized economies such as the United States and Japan are market economies. يعني market economies effective production في ايد individuals مش في ايد الحكومه. في حاجه اسمها conglomerate. كلمه conglomerate يعني تحالفات. يعني ايه التحالفات؟ يعني بمعنى اصح كلمه conglomerate يعني صناع العربيات عندهم conglomerate، يعني عندهم تحالف. صناع الملابس وهكذا، دول لما بيعملوا تحالفات مع بعض بيبقوا قوه، والقوه دي ممكن تاثر على ايه؟ تاثر على السياسه الاقتصاديه بتاعت البلد بالسلب او بالايجاب. وعلى فكره في قوانين بتبقى ضد الحاجات دي، زي ما شرحت من كام مره، زي مثلا ما قلت لك في اكزامبل من كام محاضره، لو قلت لك مثلا بتوع صناع اللبن لو كلهم كده قعدوا على ترابيزه واحده وقال لك بقول لك ايه، ما تيجي بكره كلنا نرفع السعر 10%، فمعنى كده ان الناس تاني يوم هتلاقي ان اللبن كله زاد 10%. هل هيبقى عندهم اختيار؟ ما عندهمش اختيار. ليه؟ عشان بتوع اللبن كلهم قعدوا على بعض وتآمروا على الناس. ففي قوانين المفروض الحكومه بتحطها او الدوله بتحطها عشان تحد منين الحاجات دي. طيب في تاني غير الايكونوميك سيستمز؟ الكالتشر. طبيعي. يعني ايه الكالتشر؟ الثقافه. يعني نفس القصة، الثقافة، هل انت مثلا individualism ولا collectivism؟ يعني ايه؟ يعني بمعنى صح في United States بيبصوا على الفردية individualism، يعني ايه الفردية. لكن مثلا في مثلا others زي مثلا زي الاشينز الدول الاسيوية بيبقوا حاجات collective. يعني collective يعني بيبصوا، يعني مثلا الصين او اليابان، يعني انا اشتغلت مثلا، انا اشتغلت بكام شركة يابانية، تمام؟ الشركات اليابانية، يعني انا اشتغلت في شركات امريكاني واشتغلت في شركات يابانية، اشتغلت في اتنين. لا، طريقة تعامل الناس مع الموظفين اليابانيين غير طريقة الأمريكان. الأمريكان ماترياليستيك، عارف انت الرأس مالية العفنة اللي بيقولوا عليها في التلفزيون، تمام؟ هي رأس مالية، لو انا عايزك النهاردة هجيبك النهاردة، مش عايزك بكرة همشيك بكرة. اليابانيين لا، مختلفين شوية، تمام؟ او الاسيويين عامة. فهل ده بيأثر؟ بيأثر طبعا. الانسرتينيتي، عدم او الريسك بمعنى صح. الامريكان مثلا بيبقى عندهم ليفل اوف انسر او بيأكسبت الانسرتينيتي. يعني ايه؟ يعني قشطه، ممكن يقبلوا بالريسك. الريسك تورنس بتاعهم، انت بتكون مذاكر اوديت، يعني انت المفروض جاي لي بعد الاوديت، فعارف انت الريسك ابيتايت او التورنس بتاع الريسك، او خلينا نسميها ريسك ابيتايت. عارف الريسك ابيتايت بتاعت الامريكان عاليه، قشطه يقبل بالريسك. لكن مثلا الايشنز لا، الايشنز او ساوث امريكا، هو قال لك في الاكزامبل هنا الايشنز او ساوث امريكان لا، بيبقى عندهم ريسك افيرس شويه. يعني ايه ريسك افيرس؟ بيحاول يتجنب الريسك شويه. بيأثر طبعا. شورت تيرم مع اللونج تيرم، مثلا الامريكان بيقول لك ان هم بيفكروا شورت تيرم، اليابانيين مثلا بيفكروا لونج تيرم. خلي بالك حاجه، في الامتحان مش هيجي يقول لك في الامتحان هم الامريكان شورت تيرم ولا لونج تيرم. انا بس بديك انا اكزامبلز، يعني بلاش بقى ايه تقعد قبل الامتحان بيوم هم الامريكان كانوا شورت تيرم ولا لونج تيرم. يا سيدي اي حاجه، المهم انا عايزك تعرف ان حته الشورت تيرم مع اللونج تيرم كمايند سيت بتفرق في الجلوبلايزيشن، بعيدا بقى عن مين الشورت تيرم ومين اللونج تيرم. اكسبتنس اوف ليدرشيب هيريكري، يعني ايه بمعنى صح؟ يعني بمعنى صح، هل الباور متوزع في ايد واحد ولا في ايد الجماعه، ولا هل الباور في مثلا في بيروقراطيه، مفيش بيروقراطيه، الدنيا سهله في التريد، ولا لازم تاخد ابروفز من الحكومه، هل عشان تستورد حاجه لازم تدفع رشاوي كتيره، ولا الدنيا سهله؟ كل الكلام ده بيفرق. التكنولوجي طبعا، التكنولوجي طبعا اكيد طبعا، يعني موضوع شرح نفسه، يعني كوميونيكيشن، الترانسبورتيشن، الباور ووتر ريسورسز، التريننج اوف ستاف، والديفرنسز اند كاركتر براكتس، كده بيفرق معاك فين الحاجات دي كلها. طيب من حاجات inherent risk، يعني ايه inherent risk؟ يعني الريسكات اللي انت يعني هتسلم بيها كده لازم هتقبل بيها وتاخدها في اعتبارك وانت بتعمل موضوع العولمه ده، او انت international trade عامه، او international business operation. طبيعي ان انت هتشوف الاكسشينج ريت فلكتويشن. يعني لو حضرتك مثلا في مصر الحبيبه وكنت متعود ان مثلا الدولار كان ب 5 جنيه ونص، وبعد كده فجاه بقى 7 جنيه، فانت اتضايقت قوي وقلت ازاي بيبقى ب 5 ونص ل 7 ودمك اتحرق، وبعد كده من 7 طلع ل 17 في خلال 12 شهر او خلال سنه بالظبط، يعني تمام.
فانت كده عندك حاجه اسمها اكسشينج ريت، مش هنا اسمها فلكتويشن، هناك اسمها هبل. تمام، انت عندك اكسشينج ريت من 5.5 ل 17 تمام في خلال فتره معينه، فده ده ريسك لازم تاخد بالك في اعتباره. وعلى فكره الريسك ده ممكن يبقى عندك بالسلب او بالايجاب، يعني انت بالنسبه لك بالسلب لو انت في مصر، ان انت بتستورد، انت مش بتصدر في مصر، انت بتستورد. فانت بالنسبه لك انت كنت بتشتري كل حاجه وبتشتريها بالدولار، فالدولار بقى غالي فالحاجه بقت اغلى عليك، فانت يعني ايه اتكحوست. لكن لو انت بتصدر برضه، نرجع تاني للكام محاضره اللي فاتت لما شرحت حته الديفالويشن، ان في دول بتخفض في قيمه العمله بتاعتها. وقلنا حتى يعني لو انت كنت بتسمع على التلفزيون يعني الناس يقول لك احنا خفضنا العمله وده في مصلحه الدوله، يا سيدي تخفيض ام العمله ده بيجي في مصلحه ام الدوله لما ام الدوله دي كنت بتصدر، عشان اللي بره بيشوفوا ان حاجتك بقت ارخص فبيستوردوا منك اكتر، فانت بتنتعش وتزدهر. مين بيعمل كده؟ الصين. تمام، مين بيعمل كده؟ اليابان. هل انت ينفع تعمل كده؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان انت مش بتصدر حاجه، انت اغلب حاجتك بتستورد. فالاكسشينج ريت فلكتويشنز بتفرق في الحاجات دي. تاني حاجه الفورين ايكونومكس. يعني ايه الفورين ايكونومكس؟ الاقتصاد بتاع الدوله اللي انت بتتعامل معاها. يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتتعامل مع السعوديه او السعوديه بتتعامل مع مصر، طبيعي ان اقتصاد مصر، سوري، ان انت لو شركه مصريه بتتعامل في السعوديه، طبيعي ان انت هتتاثر بالتغيرات الاقتصاديه في السعوديه. ليه؟ عشان انت عامل بيزنس وبتصدر او بتستورد او عامل مصنع او عامل جوينت فينتشر، عامل اي شكل من اشكال الانترناشنال بيزنس اوبريشن مع السعوديه وانت مصري. فطبيعي ان اي حاجه في السعوديه من وجهه نظر ايكونومكس هتاثر عليك كمصري، والعكس بالعكس. تمام، زي ايه؟ زي الديماند. والله الديماند زاد في السعوديه هيزيد عندك، يبقى انت انت هتتبسط. الديماند قل في السعوديه يبقى انت هتتضايق. الديماند بقى يزيد ويقل ليه؟ ارجع لدروس الديماند، يعني هنا هشرح لك شويه الديماند بيزيد ليه وبيقل ليه. انا اوريدي كنت عاملين حصه كامله على الديماند والسبلاي، فارجع للفاكتورز اللي بتاثر في الديماند والسبلاي. بس هنا انا بقول لك ان انت الديماند بتاع الدوله الثانيه اللي انت بتتعامل معاها هياثر عليك انت. تمام، تاني حاجه الانترست ريت. طبيعي برضه شرحت الانترست ريت قبل كده. هو الانترست ريت لما بتبقى اكبر، معنى كده انت عندك slower economic growth and reduced demand. يعني بمعنى اصعب، لو معدلات الفايده في السعوديه زادت، معنى كده ان عندهم economic growth بتاعهم اقل، فمعنى كده ان الدوله ايه، ان الناس عندها مشاكل في الاقتصاد، فالديماند بتاعهم هيبقى اقل. تمام، ده لو انت مصري بتبيع في حاجات في السعوديه. طب لو العكس، لو في السعوديه اللور انترست ريتس معناها ايه؟ ان عندهم امبروفنج ايكونوميك جروث، او عندهم ايكونوميك جروث حلو ظريف، ومعنى كده الديماند برضو بيزيد، فانت بالتالي ايه؟ هتنتعش معاهم. تمام، ده بالنسبه للانترست ريت. الانفليشن تضخم، طبيعي لو الدوله الثانيه عندها تضخم معناها ان ايه؟ ان عندهم ريديوسنج بيرشيزنج باور. Reducing purchasing power معناها ان الديماند عندهم هيقل، الديماند عندهم هيقل معناها انت كمان هتلبس معاهم. تمام، لكن العكس لو عندهم الانفليشن بتاعهم اقل، معنى كده ان purchasing power بتاعهم اعلى، معنى كده الديماند بتاعهم هيزيد، فانت ايه؟ تنتعش معاهم. الاكسشينج ريت اتكلمنا عليها، مش هتكلم عليها تاني. والبوليتيكال ريسك اتكلمت عنها كتير قوي، فبرضه كفايه كلام عليها عشان اتكلمنا كتير قوي في البوليتكس المحاضره دي. طيب انا خلصت اول موديول، ده متلك موديول صغير ظريف لطيف ما فيهوش اي حاجه. نخش على الموديول اللي بعديه اللي هو اظرف واصغر واحلى وكل حاجه جميله. في اليونت ده اللي هو موديول 7 بيقول لك the economic effect of significant transactions. هنا بيتكلم على مش فكره globalization، هنا بيتكلم على فكره المرجرز والاكوزيشنز والتحالفات ما بين الشركات. يعني بمعنى اصح بيقول لك اول حاجه بالنسبه للبيزنس كومبانيشن، الكومبانيشنز اللي بين الشركات، يعني بيقول لك ان انتيتي كان اكسباند اتس اوبريشنز باي انتريك ان بزنس كومبانيشن. يعني الشركات ممكن تكسباند عندها تخش جوه ايه؟ بزنس كومبانيشن. ذا فور برايمري تايبس اوف كومبانيشن انكلود هوريزونتال فيرتيكال سيركلر اند دياجونال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك، وهنشرحهم بالتفصيل، فعندك اربع من الاخر، هنا عندك اربع انواع اللي هو الهوريزونتال فيرتيكال وسيركلر ودياجونال، هشرحهم بالتفصيل. ودول جواهم ميرجرز واكوزيشنز وكونسوليديشنز وتندر اوفرز وبيرشيز اوف اسيتس ومانجمنت اكوزيشن. هنتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل. طيب
اول حاجه الهوريزونتال كومباينيشن. هوريزونتال معناها ان حضرتك بيحصل كومباينيشن بانواعه كتيره. يعني الهوريزونتال كومباينيشن ده او الهوريزونتال عامه ممكن يبقى ميرجر او اكوزيشن او كونسوليديشن او تندر اوفر اللي انا هتكلم عليه كمان شويه. والفيرتيكال نفس القصه. فانت عندك الهوريزونتال والفيرتيكال والسيركلر والسيركلر والدياجونال، تمام؟ في كل واحده فيهم بقى ممكن يحصل ميرجر او اكوزيشن او كونسوليديشن او تندر اوفر او بيرشن اوف اسيت وهكذا. طيب مبدئيا ايه هو الهوريزونتال؟ الهوريزونتال انك تعمل كومباينيشن. عارف يعني ايه هوريزونتال؟ مع حد شبهك. يعني ايه مع حد شبهك؟ يعني بمعنى صح مع حد زيك. يعني مثلا فودافون وموبينيل او فودافون واورنج، لو هما الاثنين عملوا كومباينيشن مع بعض دي اسمها ايه؟ هوريزونتال. ليه هوريزونتال؟ ان الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. الاثنين بيعملوا ايه؟ نفس الحاجه. الاثنين في نفس الاندستري. الاثنين في نفس الاندستري والاثنين بيعملوا نفس الحاجه. مش واحد فيهم مثلا بيبقى سبلاير والتاني كاستمر، او واحد فيهم بيعمل حاجه للتاني، لا الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. فالهوريزونتال كومباينيشن معنى كده الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بيعملوا كومباينيشن مع بعض. ليه؟ اسباب كتيره بقى. مثلا عشان يعملوا يبقوا اقوى هم الاثنين، عشان واحد مثلا كان في دوله والتاني في دوله تانية ومش عارفين يخشوا دول بعض، فقال لك خلاص طب ما تيجي نعمل كومباينيشن بحيث ان احنا الاثنين موجودين في الدولتين. عندك اسباب كتيره جدا ان انت تعمل هوريزونتال كومباينيشن. ده بالنسبه للهوريزونتال. الفيرتيكال، الفيرتيكال معناها كده. يعني ايه فيرتيكال كده؟ يعني معناها انا بعمل كومباينيشن مع حد فوقيه او مع حد تحتيه. في ايه؟ في السبلاي تشين. بمعنى بعمل كومباينيشن مع حد فوقيه زي السبلاير بتاعي، او بعمل كومباينيشن مع حد تحتيه زي مثلا الديستريبيوتور بتاعي، او مع حد او مثلا او مع الريتيلر بتاعي، تمام؟ يعني بمعنى صح انا بعمل كومباينيشن مع حد مش بيعمل نفس الحاجه بتاعتي، مع حد في السلسله بس مش في نفس الليفل، فوقيه او تحتيه في السلسله، سبلاير او ديستريبيوتور وهكذا. سيركلر معناها ان انت مش في دو، ان انت ريموت ارياز. يعني ايه ريموت ارياز؟ يعني بمعنى صح كلمه سيركلر يعني بص حط دوريه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها واحد مثلا في الساحل الغربي بتاع امريكا، واحد في الساحل الشرقي بتاع امريكا، فهم الاثنين مش عارفين يخشوا سوق بعض عشان المسافه بعيده او عشان اي ظروف تانية. فبيقول حاجه اسمها سيركلر كومباينيشن. فسيركلر كومباينيشن اوكيرز وين ديفرنت بزنس يونتس وذ ريلاتيفلي ريموت كونكشنز. يعني هم ديفرنت بزنس وبعيد عن بعض، كل واحد فيهم في حته بعيده عن الثانيه. كم توجذر اندر سنجل مانجمنت. The relationship could come from using similar distribution or advertising channels or require similar production process. يعني ممكن طبعا combination له أشكال كتيرة، ممكن نفس ال distribution نفس ال production وهكذا. Having one management group over the combined units reduces over administrative and overall operational cost. طبعا لما يحصل combination بيبقى عندك reduced cost عشان في الآخر ال cost دي هتتوزع على كل بدل ما تتوزع على شركة واحدة. Diagonal. دياجونال معناها ان انت كلمه دياجونال يعني كده. كلمه دياجونال معناها ان انت بتعمل كومباينيشن مع حد بيعمل لي حاجه اسمها انسيلري سبورت. كلمه انسيلري سبورت يعني دعم. يعني مثلا شركه شركه مثلا شركه مثلا بتاعت زبادي وشركه بتاعت لبن. شركه بتاعت زبادي وشركه بتاعت لبن. مش سبلاير بتاعي، يعني هو ممكن يبقى السبلاير بتاعي، يعني ممكن ما يبقاش هو السبلاير بتاعي فيبقى اسمها فيرتيكال، لا هو مش السبلاير بتاعي بس انا محتاجه عشان هو بيديني سبورت للاوبريشن بتاعتي. او مثلا شركه مع شركه اي تي، انا مثلا بحتاج الاي تي، بحتاج الاي تي في الشركه بتاعتي. انا مصنع البان، مصنع زبادي، وعندي موظفين وعندي اي تي سيستم، بس محتاج حد يعمل الاي تي سيستم بتاعي، او محتاج حد ياخد باله من الاي تي سيستم بتاعي. فممكن اخش جوه دياجونال كومباينيشن اشتري شركه اي تي بحيث تبقى مسؤوله عن الاي تي سيستم بتاعي. ده دياجونال كومباينيشن. طيب انا عندي اربع حاجات: هوريزونتال، فيرتيكال، وايه؟ وسيركلر، ودياجونال. طيب اي واحده من دول بقى فيهم كذا شكل زي ايه؟ اول حاجه زي الميرجر. الميرجر يعني الاندماج. الميرجر اللي هو ايه؟ الاندماج. يعني ايه اندماج؟ يعني بمعنى صح two or more entities combine to form a single new corporation. يعني بمعنى صح شركتين او ثلاثه او اربعه او اكتر بيندمجوا ويعملوا حاجه جديده، تمام؟ يعملوا ايه؟ حاجه جديده.
with the stocks of all merged companies surrendered and replaced with the new stock in the name of the new company. إن حتى الستوكس بتاعت الشركات القديمة كلها خلاص تتلغى، كله بيتلغى وكله يبقى تحت الاسم الجديد شركة واحدة. يبقى احنا بنعمل ميرج، اندماج شركتين او ثلاثة او اربعة بيندمجوا، وكل الاسيتس او كل سوري كل الستوكس القديمة بتروح، كله خلاص مع السلامة وكله بيتحد جواه اسم جديد. اكويزيشن، اكويزيشن لا اكويزيشن معناه ان الشركة بتستحوذ على شركة، فواحدة بتكمل والتاني خلاص كل سنة. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا سي مثلا انا عندي شركة وحمادة عنده شركة، فانا ممكن اشتري شركة حمادة، اشتري شركة حمادة، بس مش معناه ان شركتي وشركة حمادة هيندمجوا، لا شركتي لوحدها وشركة حمادة يا اما الليجا ستاكش بتاعها يتغير او يتساب زي ما هو، بس انا بس انا ايه؟ بس انا اخدت الشركة بتاعته، عملت اكوزيشن، بس شركتي وشركته ما عملوش ميرج، ما وصلوش، ما عملوش حاجه جديده، لا شركتي زي ما هي وشركته يا اما دخل جوه شركتي يا اما لسه زي ما هي بالسيبريت ايه بالليجل انتيتي بتاعتها. تندر اوفر، تندر اوفر معناها ان انت بتدي اوفر للشير هولدرز بتوع شركه معينه ان انت تشتري ايه الشيرز بتاعتهم. يعني معنى صح انت هو نوع من انواع الكومبانيشن، بس هو بيجي عن طريق ايه؟ ان انت بتدي اوفر للشير هولدرز لحاملين الاسهم بتاع الشركه اللي انت عايز تاخدها دي، بتديهم ايه؟ اوفر ان انت تشتري ايه؟ تشتري الاسهم بتاعتهم منهم، تمام؟ تدفع ولم تدفع ايه؟ تدفع كاش او اي نوع تاني من انواع الستوكس، تمام؟ والشير هولدرز بيبقى عندهم ايه؟ عندهم الاوبشن يا اما يرفضوا يا اما ايه؟ يقبلوا الاوفر. ده نوع من انواع الكومبانيشن. بيرسز اوف اسيتس، بيرسز اوف اسيتس معناها انك بتشتري الاصول بتاعه ايه؟ بتاعت شركه ثانيه، مش بتشتري الشركه الثانيه، بتشتري اصولها، انت بتشتري اصولها لدرجه ان انت الشركه اللي انت بتشتريها اشتريت اصولها عشان انت اشتريت اصولها بالكامل او اشتريت قدر كبير من الاصول بتاعتها، ممكن اصولها اصلا ايه كلها ايه؟ ممكن الاصول بتاعتها اللي اتباعت دي تخلي الشركه الثانيه تتصفى، تمام؟ فده نوع من انواع ايه؟ الكومبانيشن، انت بتشتري ايه؟ بيرسز اوف اسيتس. النوع اللي بعديه الدايفستشر. يعني ايه الدايفستشر؟ الدايفستشر عكس الكومباينيشن او سوري او عكس الاكوزيشن. يعني في الدايفستشر انت مش بتشتري شركه ثانيه او بتعمل كومباينيشن مع شركه ثانيه، لا انت عندك شركه وبتبيعها او بتشيل جزء منها او بتتنازل عن جزء منها. زي ايه؟ عندك نوعين، عندك السيل اوف وعندك السبين اوف وعندك الايكويتي كيرف اوت. السيل اوف، السيل اوف والله حتى جاي اسمها سيل اوف، يعني انا عندي زي مثلا سبسيدري شركه فرعه او عندي برودكشن لاين او عندي يونت بزنس يونت وهبيعها. ليه؟ لاي سبب. البزنس بتاعها مش جاي معايا سكه، بتخسر، مش الماركت بتاعها خلاص وقف، وات ايفر. فدي معناها ان انا ببيع الايه؟ البزنس يونت او ببيع السبسيدري. يبقى السيل اوف is an outright sale of subsidiary because for example subsidiary cores competence do not align with the overall company. يعني مثلا الشركه مثلا بتعمل موبايل قديم مش سمارت فون، خلاص يبقى انا مش عايز الشركه دي هبيعها. Or because there is a lack of synergy between the company and subsidiary لاي سبب ما، تمام؟ وطبعا ده بيبقى سيل اوف، بيع، انت بتبيع الشركه. سبين اوف لا، سبين اوف معناها ان انت عندك بزنس يونت معين او عندك سبسيدري معينه بتطلعها بره شركتك وبتعمل لها شركه جديده. سبين اوف يعني ايه؟ سبين اوف يعني بتفصلها عن الشركه الاساسيه بتاعتك، تمام؟ مش بتبيعها، مش تتخلى عنها، انت بتفصلها عن الاوبريشن بتاعتك. ليه؟ لاي سبب، لاي سبب من ما، اسباب قانونيه، اسباب عشان الماركت، اسباب ضريبيه، اي اسباب، في اسباب كتير قوي للسبين اوف، تمام؟ يبقى السبين اوف كرييتس ا نيو اندبندنت كومباني. بص اهو، نيو اندبندنت كومباني، شركه مستقله، باي سيبريتنج ا سبسيدري بزنس او بزنس يونت فور ا بيرنت كومباني. يبقى انت عندك بزنس يونت او عندك سبسيدري بتشيله من الشركه الام وبتعتبره ايه؟ وبتخليه شركه مستقله مالهاش علاقه بالشركه البيرنت، تمام؟ لاي سبب ما. قلنا في اسباب كتير جدا، في اسباب حلوه واسباب وحشه، في اسباب بتكسب منها وفي اسباب
عشان ما تلبسش فيها، تمام؟ زي مثلا ايه ضرائب مثلا، زي مثلا قانون معين. A spin-off can be completed by distributing stock in the new entities as a stock dividends to existing shareholders or by offering shareholders stock in the new company in exchange for their current stock in the parent company. طبعا spin-off انت عشان تعمل spin-off ممكن طرق كتيرة، ومنها ان انت توزع الشيرز بتاعت الشركة الجديدة كستوك ديفيدنز مثلا. لها طرق تانية مش موضوعنا دلوقتي. Spin-offs typically occur when a unit is less profitable and unrelated to the core patent or core parent business. يعني ما راح الشركة مثلا اللي انت تفصلها ممكن تبقى مش profitable او ملاش علاقة بالبيرنت او لها مشاكل خاصة فعايز تفصلها عشان البيرنت ما يغرقش معاها، او الشركة قوية فانت عايز تفصلها لهدف ما strategic thinking وهكذا. Equity curve out. Equity curve out من الحاجات مشهورة جدا 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 اللي بنشوفها. Equity curve out أبسط وأشهر مثال عليها فيسبوك. فيسبوك لحد من سنتين تلاتة ما كانش شركة مدرجة في البورصة، ما عملش IPO اللي هو Initial Public Offering، تمام؟ ما نزلش public، تمام؟ لحد سنتين تلاتة فكان بحجم معين. لما فيسبوك عمل IPO ونزل الستوك اكشينج وبقى عنده اسهم بتتداول، اللي هو بنسميها ايه، بقى بابليك، بقى ايه، بقى بابليك، ساعتها الكابيتال والكابيتال بتاع الشركه والايكويتي والفاليو بتاع الشركه بيتضاخم. ليه؟ ان في انفستورز كتيره وفي ماركت فاليو وفي حاجات كتيره. فانت ان انت تعمل الحركة دي، ان انت كان عندك شركة وتروح public، اسمها equity curve out. يبقى equity curve out occurs when a subsidiary is made public through an IPO initial public offering thereby creating a new public listed company. يعني انت عملت شركة تتداول في البورصة. Unlike a spin-off in which no cash comes out to the parent company, the sales of shares in the new company generates cash for the parent as well as providing the parent with controlling interest in the subsidiary. يعني معنى صح، السبين اوف انت بتشيل شركه وتفصل على جنب وخلاص، لكن دي لا، دي انت بيبقى ليه الشركه البيرنت لها منفعه او الشركه نفسها لها منفعه وبتاخد كاش، بيبقى لها controlling interest جوه الشركه. The hope is the strategy will unlock the independent value of subsidiary previously contained within the merged entity. طبعا لو بتتكلم على شركه subsidiary، فانت ممكن تخلي الشركه لو خليت في ايكويتي كيرف اوت للشركه السبسيدري دي، فانت بتخلي الشركه السبسيدري بتقوم لوحدها مستقله، بيبقى لها الستوكس بتاعها ولها حاجتها، وساعتها ايه تكسبك اكتر. ودي نوع من انواع اللعب بمعنى اصح بالايكويتي او اللعب في الشكل بتاع الشركه. كده يبقى انا خلصت اليونت او موديول 7، موديول صغير جدا زي ما قلت لكم. يبقى انا كده خلصت الموديول، خلصت بيك 5 بالكامل. كده خلصت بيك 5 بالكامل. طبعا المره اللي جايه هبتدي في بيك 6. بيك 6 هو اخر بيك في المنهج هنتكلم عنه، هيقعد في حوالي بتاع 5 او 6 موديولز مش فاكر، فهنحاول ان شاء الله نخلص بيك 6. يبقى كده خلصنا المنهج بالكامل. هوقف على كده ان شاء الله. المطلوب منك حضرتك دلوقتي ان انت تحل على الايكونومكس بالكامل. انت دلوقتي خلصت الايكونومكس بالكامل، خلصت بيك 5 اللي فيه 7 موديولز، مطلوب منك انك تحل عليهم بالكامل دلوقتي، ما تستناش لحد ما نخش في بيك 6. خلص وحاول تحل على القديم عشان لما تخلص بيك 6 ان شاء الله ما تحسش ان المواضيع بقت تهرب منك. ان مشكله البيك ان المواضيع متنوعه. يعني انا كده خلصت الايكونومكس، المره الجايه ان شاء الله هخش في اي تي، فالموضوع هيتحول شويه. فيا ريت ايه تحل معايا وتحاول تنجي شوية. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.